أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، هل في قوله ولا فخر نفي للمفاضلة التي هي على باب المفاخرة المحرمة؟ بلا شك، نعم، أنه نفي للمفاضلة التي يقصد منها تنقص المفضول والفخر بالفاضل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.